وجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية، ولسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة. وجه معادنا مع دكاتره التحليل اللي مشرفنا ومنورنا، الجينيوس بتاعنا كابتن عمر عبد الله. ازيك يا جينيوس حبيبي يا ابراهيم؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد كله لله. تمام الحمد لله. ملك الارقام والاحصائيات بتاعنا كابتن محمد عمار. ازيك يا عمار؟ ازيك يا اخبارك ايه؟ كل زي الفل يا رب دايما الحمد لله. طيب هي بس ابتدي معاكم بس بالزمالك، وهيبقى عندنا مراجعه ليله الامتحان بتاعت مباراه مهمه جدا، مباراه الاهلي وصن داونز. خليني اسالك، هل كان في مخيلتك، وهيبقى برضه نفس السؤال ليك يا عمر، هل كان في مخيلتك انه الزمالك يعرف يرجع قدام الترجي؟ وايه الاسباب اللي خلت الزمالك يكسب؟ هل لانه الزمالك كان مركز اكتر؟ هل لانه دي كانت الفرصه الاخيره؟ هل لانه الترجي كان الدفاعيه عنده اقل شويتين ثلاثه؟ اشرح لي الموضوع من الناحيه الفنيه يعني. بص، هو ان انت تتوقع ان الزمالك يعود ب3-1 على الترجي باداء جيد جدا في الشوط الاولاني كان صعب ان انت تتوقع ده، بس كنت عندك ثقة دايما في كبرياء الزمالك، كبرياء الفرق الكبيرة، ان هي وقت الجد هيقدر ان هو يستعيد نفسه. فكان وارد جدا او كان متوقع جدا، واحنا حتى بعد اول مباراة كنا قاعدين معاك وانت قلت يعني هو الزمالك رمى الفوطة، قلت لك لا، لسه عنده 4 مباريات، عنده 5 مباريات يقدر ان هو يعود فيهم، وما زال مصيره بايده، حتى في مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة اللي جاية في الجزائر، عشان يعيد نفسه مرة أخرى للسباق وبقوة. هو عاد بفوزه على الترجي، يعود بقوة للمنافسة على بطاقة المجموعة. إيه اللي حصل؟ ده سؤال حلو قوي، لأن إيه الفارق ما بين الزمالك مباراة الترجي الذهاب وزمالك مباراة الترجي العودة؟ بمنتهى البساطة، وده هنبقى نشرحه بقى بالحالات الفنية، الزمالك عمل الأساسيات الطبيعية، بمعنى إنه طبق فكرة واحدة بس كاملة. حاجة وحشة قوي في الكورة انك تطبق نص فكرة، بمعنى انت هتحتاج ان انت مثلا تلعب ضغط عالي، ده بيحتاج ان دفاعك يبقى متقدم، والعكس هتلعب دفاع متقدم انت محتاج ان يبقى عندك ضغط جيد. لو لعبت ضغط عالي ودفاعك متأخر، الفريق بيسترتش، فبيبقى فيه جابة في النص تقدر تستلم فيها. ولو عملت العكس، ان انت لعبت دفاع متقدم ما عندكش ضغط، بيبقى عندك مساحة كبيرة جدا الزمالك بيتضرب فيها. فكرة انك تطبق فكرة ولو فكرة واحدة بس كاملة، هو ده اللي بيحسن من ادائك. ده اللي الزمالك عمله. الزمالك ادى شوط اول بامتياز في المنطقه دي، المنطقه اللي كانت بتنقصه. فبالتالي كبرياء الفريق، الدوافع اللي عنده، مباراه من مباريات فريرة في رايي، لان حتى تغييراته كانت بهدف الحفاظ على النتيجه او بهدف الحفاظ على وحده الفريق، بل بالعكس زود اهدافه بعد التغييرات. فانا بشوف ان هي مباراه استعاد فيها الزمالك الكثير من ثقته بنفسه، ما تقدرش تبني عليها بالمناسبه خالص، لان هي قد تكون حاله استثنائيه، نظرا لان الحاله اللي كان عليها ابس اند داون كتير طويله للزمالك، فما تقدرش تقول هي دي اللي هتبني عليها، ولكن تامل انك تبني عليها كزمالك، تامل انك تبني عليها. عماره اتفضل. طبعا كتوقع صعب جدا تتوقع زي ما عمر اتكلم بالظبط، فكره الثلاثه بالاداء ده قصاد الترجي. دايما اكيد عندك الشك اللي عندنا طول الموسم، ان الزمالك هو نفس الفريق من الموسم الماضي، وعنده كل الامكانيات وكل القوة البشرية، يعني ان هو ما يبقاش كده، اكيد في افضل من كده بكتير. فده دايما اللي انت عندك فيه، هو الزمالك هيبتدي يلعب الطبيعي امتى؟ حتى مش يلعب افضل حاجة عنده. في نقطتين مهمين جدا وهنجيبهم بالحالات، بس هنحط العنوان الرئيسي قبليهم، الزمالك بيراميدز بقى والزمالك الترجي تحديدا. يعني الرغبة اللي كانت عند الزمالك، والرغبه دي مش نيه، الرغبه دي على ارض الملعب، برافو بتبان عليك. جدا برافو عليك. ما هي دي النقطه الاساسيه واللي هنجيبها بالحالات، رغبه يعني فعل بالظبط. ما بين فريق 11 لعيب نازل ياكل الترجي في ارض ملعبه، بلغه الكوره يعني نازلين يلعبوا عايزين يكسبوا من الدقيقه الاولى، وده هنشوفه كمان في الحالات، وقدام بيراميدز الشكل اللي احنا شفناه، بعيدا عن التاكتكس، لان ما تقنعنيش ابدا الموضوع فيه يبقى فنيات، ان 11 لعيب هي نفس الجزئيه اللي كان بيتكلم فيها عمر، وانا مقتنع بيها على فكره. في الفرق الكبيره كبرياء الفريق طبعا، كبرياء اللي هو انا هلعب باسم الفريق، باسم الفانيلا النهارده، ورغبه. هو ممكن جدا الدافع في الدوري ابتدى يبقى قليل جدا عند اللعيبه في نادي الزمالك، وده وارد بعيدا عن كم المشاكل الكتير الفنيه، ولكن اللعيبه في مباراه دوري ابطال افريقيا عارفين ان ده بيبقى مباراه ممكن تبقى نقطه تحول، مباراه الامل الاخير في الموسم كله، فننزل ادي كل حاجه، اعمل كل حاجه. فهي دي النقطه الاساسيه اللي انا شفتها، رغم على فكره رغم ان انا لسه مش مقتنع ب 4-3-3 اللي بيقدمها فريرة مع الزمالك وعموما، ولكن الفكره كلها زي ما قلت لك 11 لعيب قصاد بيراميدز، ما فيش واحد فيهم تشاور عليه تقول بس ده كان متالق، ده كان بيأدي اداء جيد،
في المقابل 11 لعيب قصاد الترجي تقريبا اجادوا بنسبه امتياز من صبحي المسلوسي لحد سيف الجزيري وزيزو. يعني نروح للحالات، يلا بينا. ممكن واحنا بنتكلم يوم الاثنين اللي فات وكان عز بيكمل على الكلام اللي انت كنت بتقوله، انه نص الزمالك عمله نص في المثلثات، انما المثلثات في الجزء التحضيري، انما كان دايما بيبقى عنده مشكله انه بيتوه شويه في انه ما يكملش باقي المثلثات بقى في الجزء الامامي. يعني انا هكمل على عز بقى. طيب، لان عز لفت نظري لنقطه مهمه جدا. بص، دي احسن حاجه في البرنامج، انه الامانه يعني انه شغل التحليل عشان انتوا ناس محترمه اولا وناس فاهمين ان دي كوره يعني، فبيكملوا على شغل بعض. فعماره بيستشهد بعمر لان دي فكره في الكوره، وبيجي تامر يستشهد بعماره وعمر في الكوره، وعز نفس القصه. وده الطبيعي يا جماعه على فكره، واي حاجه تانية كانت بتحصل قبل كده في اي وقت من الاوقات هي دي اللي مش طبيعيه. هي دي اللي غلط. طبيعي ان الناس تستشهد باراء الناس وتتكلم عنها كويس، وانه هو شغل الكوره دي حلاوته الحته بتاعت الروح الرياضيه. انا عجبني حاجه قالها عماره فهاخدها استشهد بيها وهقول ان عماره قالها. فاللي انتوا بتعملوه ده الطبيعي يعني. وعلى فكره اوقات كتير جدا عندنا نفس الفكره بس كل واحد بياخدها من زاويه تانية بالزبط. لان عندنا راي مختلف بس فيها، بس ده ملوش علاقه ابدا بالفكره الفنيه. فكره يعني. فطس بقى اللي قاله عماره عشان هو مش عارف فطس اللي قاله عمر. لا لا لا. الكلام ده الحمد لله بفضل الله لا هو موجود عندنا في البرنامج ولا هو اصلا سياستكم، لان انتوا الاربعه مقصلين ولاد اصول. ربنا يخليك. اتفضل يا عمرو كمل. هي فعلا انا اتفرجت على الحلقه بل بالعكس عز خلاني ابص على الزمالك بمنظور من الزاويه اللي هو قالها في مباراه بيراميدز، وهي فكره ان الفريق بدا يتجمع كفريق ما بقاش ممطوط. وانا بتفرج على الحلقه حضرتني مقوله وانا اتفرج على الحلقه قبل ماتش الترجي، حضرتني مقوله ليوهان كرويف واحد من اعظم عظماء كره القدم. طبعا. قال الدفاع بتاعنا يا بيه. الدفاع هو كم المساحه اللي هتدافع فيها. هو ده مفهوم الدفاع. لو دافعت في مساحه كحديقه انت اسوأ مدافع. لو دافعت في مساحه اقصر ما يكون انت افضل مدافع. هي دي فكره الزمالك، هو ده الفرق ما بين زمالك ترجي الذهاب وزمالك ترجي العوده. فبالتالي تعال نشوف معانا شويه خرايط تقول لك ازاي هنربط الكلام ده اللي قاله يوهان كرويف باللي قاله عز في الحلقه اللي فاتت باللي حصل النهارده، اللي هي الفكره الكامله، فكره واحده بس كامله تغير اداء. وعلى فكره الفرق الكبيره بتنفذ 3-4 افكار عشان كده هم فرق عظيم. سكون ان انت تنفذ فكره واحده صح دي هتنقلك في مستوى تاني. صحيح. الزمالك بدا بال 4-3-3 نظريا في الملعب بتواجد سيف جعفر مع رؤى ودونجا. تعال نشوف الصوره اللي بعديها، ده الافريج بتاع التحركات. شكل اشبه بال 4-2-3-1. هتحط دونجا ورؤى الاثنين على الدايره وسيف جعفر هيزيد مع مجموعه المهاجمين، فالشكل هيقلب 4-2-3-1. اللي يهمني هنا احنا بنبص على الكحلي ولا احنا بنبص على اللبني؟ على اللبني الفاتح. واللي يهمني كمان طلعت خط الايه؟ صعبها علينا انت. طلعت خط الدفاع. الدفاع بيلعب عالي جدا جدا متقدم عن مرمى محمد صبحي، طالع حوالي 20 ياردة بره منطقة الجزاء، فبالتالي ده بيخلي الفريق كومباكت، بيخلي الفريق كله واحدة واحدة. عشان أعمل كده أنا محتاج حاجات تانية، محتاج إن المجموعة اللي قدام تضغط عشان الفكرة تكمل، إن أنا هلعب بدفاع متقدم عشان أقرب المساحات، فاللعيبة تدافع في مساحة ضيقة بس أنا مش عايز الكرة تجيلي، فمطلوب من الناس اللي قدام تضغط فالفكرة تكمل، فالناس اللي ورا دي ما تتكشفش، يبقى قدامهم سكرينة فما يطردوش جونهم. تعال نشوف الصورة اللي بعد كده. قدر الزمالك في الشوط الاولاني ان يخلي مساحه اللعب 15.9% بس في منطقته. نقل الحرب كلها في منطقه الوسط ب 55% وراح على منطقه الترجي ب 28.5%. فبالتالي بدا ينفذ الفكره بشكل سليم، بدا يبعد الخطر عن منطقه مرماه. نخش في الصوره اللي بعد كده. ده في الشوط الثاني الموضوع اختل شويه، فبدا الزمالك يختل توازنه في الشوط الثاني، وده انا جايب الصوره دي عشان اقول لك ان فيريرا قاد المباراه بالتغييرات. نشوف الصوره اللي بعد كده. نهايه المباراه ان الزمالك كان حاصر اللعب ب 53% وباعد الخطوره عن مرماه. نشوف الصوره اللي بعديها. دي الخريطه الحراريه للفول جيم للسته اللي قدام. انا ليه جايب لك السته اللي قدام؟ عشان هم دول المنوط بيهم حمايه الاربعه اللي ورا اللي بيلعبوا دفاع متقدم، فالفكره تكمل، فالزمالك يبدا يعزل الترجي. بص المساحه اللي ست لعيبه بس غطوها. ست لعيبه فقط غطوا المساحه دي طول المباراه. نشوف الصوره اللي بعد كده. ده في الشوط الاولاني بس. ده كمل جري في الشوط الاولاني بس. كويس. نشوف الصوره اللي بعد كده. عشان كده الاداء قل في الشوط الثاني. عشان مساحات الجري قلت. ايوه. فبدات الفكره تفك.
فهنا تدخل المدير الفني يمشي الصوره. كل ده ادى لايه؟ دي مناطق استخلاص الزمالك للكره في الملعب. ماشي. تمام، الاتاك دايركشن كده. ماشي. فده نص ملعب الترجي. ماشي. الزمالك استخلص 28 كره في وسط ملعب الترجي. 28 كره في وسط ملعب الترجي، فوفر الحمايه لمجموعه الدفاع. طب ده كان ازاي في الملعب؟ تعال نشوف بقى الحالات سريعا بسرعه. من اول دقيقه، من الثانيه 40، هنا الزمالك موجود كله كفريق واحد. دي اللقطه اللي شبه عز جابها في مباراه بيراميدز، انه قال لك خلاص بقى فريق، بقى في ملامح فريق. ده دي وجه، ده المنظور اللي احنا بصينا فيه بعد كده على الزمالك. ماشي بقى الحالات عادي بسرعتها عادي، هتلاقي بص خط الدفاع فين اللي قدام ده؟ حسام عبد المجيد بالمناسبه. خط الدفاع كله قدام. خلاص انا زايق الفرقه عشان تبقى كومباكت كلها، يقرب من بعض، فما دافعش في جنينه، انا دافع في مترين، فبقى احسن مدافع وفقا لنظريه يوهان كرويف. ماشي بقى الهجمات على طول، هتلاقي ان دايما الزمالك عامل كده. بص خط الدفاع فين يا ابراهيم؟ عند الحكم، دول اخر اربعه كله طالع على طول عشان يقرب المساحه. بص فين؟ فهتلاقي دايما سيف جعفر واخد ان هو يضغط على فوشيني كوليبالي، هتبدا تطارد الكره. مفيش لعيب في الترجي، ماشي بقى الحالات على طول، مفيش لعيب في الترجي بيستلم براحته. كله بيضغط، كل لعيبه الزمالك بتضغط بتطارد، عشان لما يلعب اللونج بول هتلاقي واحد بس هو اللي متقدم، عبد الغني، فيجيب السكند بول للزمالك. ده السيستم اللي اشتغل عليه الزمالك طول الشوط الاولاني. ماشي بقى الهجمات عادي جدا. بص سيف هنا بدا يضغط منين؟ ودي لقطه الهدف الاول، لان الهدف مش صدفه ولا اجتهاد من سيف، هو سيف ياخد امتياز في تنفيذ التعليمات، لكن هو الهدف مرسوم ان انا هضغط عشان احمي الفرقه بتاعتي، فمشي الهجمه وصلت للنهايه، الهدف الاول للزمالك واحرزه سيف جعفر. نمشي الهجمات عشان عندي بس في الشوط الثاني نفس القصه، هتلاقي في الدقيقه 10 سيف جعفر برده هو اللي بيضغط، هو اللي بيجيب الكوره لدرجه انه بيعمل تاكلنج على المعز بن شرفيه حارس المرمى. كل ده مش عشان عايز، مش عايز اجيب الكره بس، انا كمان عايز احمي مجموعه الدفاع. نمشي الصور سريعا عشان انا عندي بس هدف الترجي الوحيد اللي هنوصل بيه بالظبط، ده هدف الترجي. عشان كده جبت لك خريطه الشوط الثاني. بدا الضغط يقل، فبدا يوجد مساحه لمحمد علي بن رمضان، بدا دونجا يكسل، الراجل استلم، اتكشف عبد الغني. هنا الغلطه، فرير عمل ايه؟ الهدف ده في الدقيقه 56، في الدقيقه 61 قلب الطريقه. طلع سيف جعفر، نزل سيد عبد الله، وقلبها ثلاثة. فبالتالي هو بدا يشتغل على الكومباكتنس برضو، بس بطريقه ثانيه، 3-5-2، هقرب المساحات، فهعمل فكره واحده كامله. دي اللي غيرت شكل الزمالك من مباراه الترجي الذهاب لمباراه الترجي العوده. فده كلام عظيم. ونرجع نكمل بعد الفاصل. لسه مستمرين مع حضراتكم في تحليلنا الفني لاداء الزمالك امام الترجي. عماره، نخش بقى على الحالات معاك. يلا بينا. عمر شرح الموضوع من وجهه نظر اللي هي طريقه اللعب تحديدا، وازاي الزمالك كان عنده الكثافه الهجوميه الكبيره جدا. انا اخدها بس من منظور مختلف شويه بنفس المقارنه، ولكن زي ما قلت لك من الزمالك وبيراميدز والزمالك والترجي. تعالى نبدا ده الجزيري على ما اعتقد. 1 2 3 4 5 6 هم بالظبط كده. ده الجزيري قصاد بيراميدز. الجزيري مظبوط. الجزيري قصاد بيراميدز. انا هقلب الموضوع اشوفه لك بالخرايط. هنقارن في الخرايط شويه ما بين خريطه الجزيري ولمساته قصاد بيراميدز، وده مهاجم الزمالك، والجزيري ولمساته قصاد الترجي، ونفس الكلام سيف جعفر. ليه انا واخد الاثنين دول تحديدا؟ ده المهاجم الرئيسي بتاعك، وده اللعيب اللي بيعمل الزياده الهجوميه، سواء في المفروض في مباراه بيراميدز او في مباراه الترجي. الشاي وصل وهبهدلكم. يلا بينا يا باشا. الف هنا. الف هنا. هنا سيف الجزيري ما لمس الكوره في نص ملعب بيراميدز غير 4 مرات فقط لا غير، ولا مره منهم جوه منطقه الجزاء، وبست لمسات بس. خش بقى الخريطه اللي بعديها، دي لمسات سيف الجزيري قصاد الترجي اكتر. 4 لمسات جوه منطقه الجزاء بس، و16 لمسه جوه منطقه جوه نص ملعب الترجي، وده الفرق. فريق هنا كان عايز يهاجم، وفريق هنا كان معاه فكره مش مكتمله تماما. كانش عنده الرغبه في الهجوم زي ما كان عنده الرغبه في الهجوم هنا. زي ما قلنا في الاول، الرغبه هي مش نيتك، الرغبه دي على ارض الملعب بتطبق. طب سيف جعفر نفس الفكره، لمسه واحده بس جوه منطقه جزاء بيراميدز، ومعدل لمسات قليل جدا في نص ملعب بيراميدز. هنا بقى الترجي 3 لمسات جوه منطقه الجزاء، وبص كام لمسه في المحيط اللي قدام منطقه الجزاء، حوالي 4-5 لمسات، وده المعدل الكبير جدا. تعال نشوف بقى بالحالات الفنيه الفرق ده، والفرق ده واضح بشكل كبير جدا من الدقيقه 2 ورغبه الزمالك في الضغط. بص الزمالك هنا كان بيضغط ازاي، وهنروح لبيراميدز بعد الحالات دي. نشغل حالات عادي جدا وهنعد كام لعيب من الزمالك، 1 2 3 4 5، دايما في نص ملعب الترجي ودايما بيضغطوا عليه. نشغل حالات زي ما هي دي اللي من الدقيقه 2
الزمالك رغبته واضحه. بص سيف جعفر فين، بص دونجا فين، بضغط جماعي بوقفه مظبوطه بالظبط كده. مش هخلي الترجي يحضر في نص ملعبه براحته، والهدف الاساسي بتاع فريرا اضغط وهلعب الطويل برده بنفس الفكره. عشان كده قلت لك لسه الفكره ما اتبلورتش، لسه الكوره ما دارتش بالنسبه لنادي الزمالك في ال 4-3-3 او حتى ال 4-2-3-1، ولكن الضغط كان باين جدا والرغبه كانت باينه جدا. بص الموقف ده اللي دايما بنحكي عليه، مصطفى شلبي الجناح الشمال يلعبها لزيزو الجناح اليمين، سيف الجزيري في النص، وسيف جعفر عامل الزياده الهجوميه. دي كره الهدف بنفس الضغط بنفس معدل الضغط، جبتها لك من الدقيقه 2 ومن الدقيقه 4 لحد كره الهدف. نكمل بيها سيف جعفر هنا لسيف الجزيري لزيزو، هو بالظبط نفس الشكل اللي احنا بنتكلم عليه، شكل هجومي. بس عندك كام لعيب في منطقه الجزاء؟ 1-2-3-4-5 لعيبه، والسادس جاي اللي هو فتوح، 6 لعيبه. الزمالك بيهاجم من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 8 عشان يحرز هدف. دي رغبه فريق عايز يفوز. لو رحنا البيراميدز سريعا بس بالحالات بتاعتها الاخيره وهوريك الفرق. بص هنا نفس الضغط واتقطع، بس ثانيه واحده، بص زيزو بيلعب، وبص بقيه الفرقه. لو كملنا بس بالكوره شويه، نكمل بزيزو وكمل بالباصه، بص سيف الجزيري رايح، بص الفريق واقف فين، محدش عايز يكمل معاه الزياده الهجوميه بتاعته خالص لحد ما الكره اتقطعت بالشكل ده. نفس الكره تاني، بص زيزو هيستلم الكوره هيلعب لسيف الجزيري، مفيش غير مصطفى شلبي وحيد جدا جدا هو اللي بيحاول يعمل المسانده الهجوميه. وده الفرق الواضح جدا ما بين اكمل. لا اكمل كمل، ما هو بيراميدز والترجي. انا عايز اقول نقطه واحده، كمل انت لحد ما هو ما يشرب ميه على حسابي ونشف. انا عايز اقول نقطه واحده بس. الفرق ما بين مباراه بيراميدز ومباراه الترجي حاجه واحده، هو ليه سيف لمس الكوره كتير في منطقه جزاء الترجي وليه ما لمسهاش كتير في مباراه بيراميدز؟ هو عمرها صح 100%. ليه الكوره اللي فاتت دي ما حدش كمل مع سيف؟ لو جبناها هنلاقي ان فيريرا من مباراه بيراميدز بالظبط، وهو اختار ثانيه واحده بس، وهو اختار انه يلعب كومباكت جيم بس قدام بيراميدز، اختار انه يلعب في اللو بلوك، في المرحله الاخيره، في الضغط، في الدفاع المتاخر. لكن في مباراه الترجي هو اختار انه يلعب نفس الكومباكت، فتحولات اللعيبه ابطا في ماتش بيراميدز عن ماتش. لكن في مباراه الترجي اختار انه يلعب نفس الكومباكت بنفس عدد الياردات اللي ما بين اول لاعب لاخر لاعب، بس زق الفريق لقدام. وخلي بالك الشوط الثاني بتاع الترجي تحديدا هو عمل نفس الشكل ده بس بالاجنحه، بنفس الفكره، فكره مكتمله. سيف زيزو ناحيه اليمين، نضاي وسيف الجزيري، كان عندك الثلاثي ده بتعمل بيه التحولات في الشوط الثاني ونجحت فيها جدا. طيب. بس مش وانت مبادر. عندي كام سؤال سريع. خلاص خلصت ال انا كده الزمالك خلاص. ابراهيم النضاي لمس الكره مرتين، المره الاولانيه ما عرفتش هو عمل فيها ايه، المره الثانيه ما عرفتش برضه هو عمل فيها ايه لانه عطل هجمه، وده بيخلي قدامي برضه علامه استفهام. انت ماتش كانت النتيجه 2-1 وكان الترجي ممكن يرجع على فكره، والنتيجه كانت تبقى 2-2 وبالتالي كانت هتبقى المباراه كانت هتبقى صعبه جدا على الزمالك. يحصل انه بعد الكره الثانيه اللي الزمالك رايح يهاجم فيها، الراجل موقف مهدي الريتم كان انت مثلا انت اللي بتضيع وقت، ويدور لسه على حد تاني. في الوقت اللي لما الكره وصلت لزيزو هو لوحده قطع المشوار فعلا بجد، ومش تهريج انا هقطع المشوار، وما كانش عنده مجموعه من اللعيبه، يعني ما عندوش تارجت واضح، وعنده لعيب واحد بس بيقطع، والمسافه بعيده جدا جدا، كم من الاتقان غير طبيعي في ان هو يعمل العرضيه. هل الى هذا الحد فارق جوده اللعيب في انه ينقل تيم وينقل فرقه، ان هو اما يكسبها او 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 انه يخليها على الاقل تبقى مكلبشه؟ طبعا 100%. ده اللي انت شرحته ده هو ده معنى كلمه التكنيك. هو اداء اللاعب الفردي، هو تعليمات فيريرا واحده في الاثنين، انا العب تحت الكوره ونلعب على المرتده، فانا منزلك عشان تاخد المرتده. انت بقى كابراهيم هنداي مالكش مزاج، مش عارف تعملها. الناحيه الثانيه زيزو خدها وراح، ولعيب واحد بس زي ما انت بتقول الكروس اوفر عليه هو. هي دي فكره ان انت كلاعب تنجح فكر المدرب ولا لا. والنقطه الاساسيه بس يا ابراهيم زي ما انت بتتكلم بالظبط في فكره الجوده، كمان في فكره اللعيب اللي مدرك جدا هو بيعمل ايه بتعليمات المدرب. زيزو دايما بيضرب في المساحه بيجري، بعد ما بيجري على طول بيجي لحظه بيقف على الكوره، ده الديلي عشان يبقى قاري الملعب كويس مين اللي جاي له مين اللي لازم يعمل. ممكن ما يعملش الديلي على فكره زي ما عمل في الجول. هو راح ولعبها كويس، هو واخد باله ان في لعيب بجنبه. فوفقا لحاله الهجمه دي جوده اللاعب، هو انا عندي محضر القرار من بدري وعارف انا هعمل ايه. دي قيمه اللاعب. اقصد من الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي او النقاش في القصه دي، انه برضو الجمهور عنده نوع من انواع الوعي ان مش كل حاجه لازم يشربها المدرب. لا طبعا، يعني في شويه تفاصيل. عشان كده انا ضربت مثال باللقطتين دول تحديدا بتوع ابراهيم النضاي لانه كانوا قبل الجون على طول،
في حاجات في الكوره، تفاصيل الكوره، اما انها تحرمك من ان انت تجيب جول او ان انت يدخل فيك جول او ان انت اصلا تتقدم، وده اللي حصل بالظبط في المثاليه. وكمان اللغز الاساسي ان داي بقاله 3 شهور تقريبا او اكتر غايب، بيتكعبل في الكوره وغايب، يعني غايب اصابه. دي اطول اصابه تقريبا في مسيرته لو انا مش خانان الذاكره يعني. وده غريب، ده لغز كبير جدا. الاغرب بالنسبه لي انه ابراهيم انا داي لعيب كويس يعني، انت طبعا مش كان في دجله لعيب، احنا كلنا شفناه كان لعيب كويس في دجله، لا وجاي من سويسرا لعيب كويس وكان ماشي كويس. بس هو واضح ان عنده مشكله، جزء منها بالمناسبه برضو في الهجمه دي ثقه اللعيب في نفسه مهزوزه. هل انا لو رحت بالكوره هعمل ولا اقف استنى حد يجي لي؟ زيزو واثق، هو عارف ان هو هيروح هيعمل، هو انا هروح اكمل هعمل كروس اوفر، انا عارف انا هعمل ايه، انا واثق في نفسي. الناحيه الثانيه ممكن يكون هو عشان بعيد مش واثق ان هو يقدر يعمل الهجمه بشكل سليم. بس في النهايه الكونسبت اللي انت بتتكلم فيه ده 100% ان المدرب هيظلمه قرار لاعب، رغم ان هي التعليمات واحده لنفس الفريق في نفس المباراه. بس لعيب هنا عمل اللي انت عايزه، لعيب هنا ما قدرش ايا ما يكون السبب. يعني القرارات اللي الاهلي هيعملها بكره، ومباراه مهمه جدا جدا امام صن داونز، كل ده هنتكلم فيه في فقره الاواشيط بعد الفاصل مع عمر عبد الله ومحمد عماره. فخليكم معانا مع دكاتره التحليل. طيب جه معادنا مع الاواشيط، واحنا بنتكلم على مباراه الاهلي وصن داونز في ضوء ما سبق اللي هو الاهلي والمقاولين العرب. هي مظبوطه معاك، اهلي احمر مقاولين العرب اصفر. اهلي احمر صن داونز اصفر. اتفضل يا بيه. زي الفل. طيب السؤال، ثلاثيه خط الوسط ده صداع في راس مارسيل كولر وجماهير النادي الاهلي، لان عندك حاجتين في ثلاثيه حلوه جدا وانت بتخرج بالكوره وبتحل لك مشاكلك، بس عندها مشاكل دفاعيه. في مباراه المقاولين مارسيل كولر اختار ان هو يلعب، هو عايز عشان نتفق برضو، مارسيل كولر بيلعب ب 4-3-3 لكنها شكل اقرب لل 4-1-4-1. هو ما بيلعبش 4-3-3 صريحه، بيلعب بشكل اشبه بال 4-1-4-1، وده اللي كان بيستخدم فيه بشكل كبير جدا حمدي فتحي في فتره من الفترات، ان هو اللي يخترق وهو اللي ياخد عمليه الاختراق الطولي في ما يطلق عليه الهاف سبيسز، يعني المساحات الانصاف المساحات اللي في الملعب. في مباراه المقاولين بدا بحمدي فتحي وحط مروان عطيه وحط احمد القندوسي، وبدأ بطاهر وبيرسي تاو وشادي حسين. الشكل ده وفر للأهلي اللي كان بيفتقده في المباريات اللي فاتت، وتحديدا من مباراة الهلال السوداني، هو صعوبة الخروج بالكرة. كنا بنشوف دايما لعيبة الأهلي لما بتيجي تخرج بالكرة على ديانج، ما بعد هدف فلامينجو كان فيه مشكلة، فبدأ يضطر للشناوي انه يرجع يلعب الكرة الطويلة تاني اللي كانت الأهلي لغاها من فترة ما بعد بيتسو موسيماني. فتعال نشوف الحالات معانا في خروج الاهلي بالكره واللي اضافه مروان عطيه واحمد قندوزي وحمدي فتحي. هنا الاهلي بيحاول يخرج بالكره في بدايه مباراه المقاولين العرب، بدا يسند على القندوزي اللي هو حاليا بيقوم بدور البول كارير، اللي هو الراجل اللي بياخد الكره وينقلها بوكس تو بوكس، او بياخدها من مرحله لمرحله وبيعمل بروجريشن بتاع الهجمه. فاكتر من كوره هتلاقي ان الاهلي بدا يوجد بعض السهوله في الخروج بالكره. بص مروان معلش بروجريشن تطوير الهجمه، وبتنتهي بتسديده الهجمه اللي فاتت دي. بس لو نعيدها بعيدا عن النايل تي في، يعني هتلاقي ان كانت جامده قوي، كانت اختراع في وقتها والله العظيم. هتلاقي ان هي مرت على ثلاثي الوسط من مروان لحمدي للقندوزي، بدات تخرج بالكوره بشكل سليم جدا لحد اما سددت ووصلت للمرمى. نفس القصه في الهدف، عبد المنعم هيخرج بالكوره على حمدي فتحي، فبدا يبقى في عند الاهلي مرونه وسلاسه في الخروج بالكوره بشكل بسيط جدا. ده ما كانش موجود قبل كده، لانه اختار 3 لاعبين ديناميكيين في الخروج بالكوره. وفكره مش تديني بقى حتى هنا بنتريشن بس يعني في الهاف سبيس حتى بنتريشن بس ده بنتريشن ده بنتريشن بس في الهاف سبيس يعني على طول كلها على بعض. قسما بالله حافظك خلصت عليه. لا كمل يا جينيوس. ماشي. فبقى البنتريشن بوس ده خرج لان الثلاثه قدروا ان هم يخرجوا بالكوره. بس ده عمل مشكله بقى. لما نرجع بقى هنا للاواشيط، الفكره اللي بتحصل ان انت في ال 4-1-4-1 مع حركه الكوره والكومباكت اللي احنا كنا بنتكلم عليه مع الزمالك، بيبقى في 2 لعيبه طالعين ولاعيب واحد بس هو اللي على الدايره، ده حمدي فتحي اللي بيبقى موجود دايما على الدايره. فالمساحه اللي حواليه دي كلها بتبقى فاضيه، بتبقى فاضيه. فاي فريق بيستهدف المساحه دي بيعمل مشكله كبيره جدا، وهي مساحه بين الخطوط كمان صعبه جدا بيستهدفها. وكان امتياز بصراحه من كابتن شوقي غريب انه خلى عبد الرحمن خالد جبنه يتمركز في الحته دي. وليه الحته دي تحديدا مش الناحيه دي؟ الحته دي لان بيرسي تاو ما كانش بيرجع يعاون محمد هاني، فبالتالي كان هاني لوحده
وكان بيجي واحد من افضل الاظهره في الدوري الممتاز جوزيف اوشايا اللاعب المحترف عشان يعمل هنا الدبل اب او الزياده العدديه على هاني، فكان دايما الاهلي بيخترق من المنطقه دي. نفس القصه هتواجهه قدام سان داونز، لان هنا في كاسيوس مايلولا وفي سيمبا زواني، ده اللي عنده 21 سنه، ده اللي عنده 21 سنه وفي سيمبا زواني وفي تشيلويلي، لكن كاسيوس مايلولا هو اكتر لعيب بيتحرك في المساحه دي، فبالتالي فكره ان حمدي فتحي يبقى لوحده هتعمل مشكله زي اللي احنا شفناها في مباراه المقاولين. تعال نشوف سريعا ثلاثيه خط الوسط دي في مباراه المقاولين عملت ازاي، وازاي بص على طول بيروح لفين؟ لعبد الرحمن خالد في المنطقة دي، فيبدأ يهاجمه قلب الدفاع. ركز بقى في النقطة دي، لأن دي اللي بتجبر قلب الدفاع ان هو يخرج من مكانه، يخرج من بيته الاكسبريشن بتاع عز. فبالتالي انت هتلاقي دايما هوب هو الراجل بيروح. الهجمة دي تحديدا حصلت فيها عملية الخلخلة، راح على عبد الرحمن خالد بدأ ان هو يوزع اللعب. ثانية واحدة بقى هنا كده اللي خرج ده علي معلول. ايوه. فبالتالي مشي الهجمة، هتلاقي عبد المنعم رايح يغطي مكان معلول لان خط الوسط اتضرب، لان مفيش الرجوع. فجاه الراجل استلم جوه منطقه الجزاء. ده في المساحه اللي بالظبط اهي، دي المساحه اللي حصل لها ستريتشنج ما بين عبد المنعم وياسر، ففضيت لان عبد المنعم راح رحل ورا علي معلول. ماشي بقى الهجمات لحد ما توصل للقطه الهدف، نفس القصه بتحصل بنفس الطريقه. راح يستهدف الناحيه الشمال اللي بيرسي تاو ما بيعاونش فيها هاني عشان يبقى فيه زياده عدديه على على محمد هاني. جوزيف اوشايا الاوفر والهدف الاول للمقاولين. فبالتالي الفكره بتاعت ال 4 1 4 1 لازم لها تطبيق من الاثنين رقم 8، يا سرعه ارتداد يا سرعه ضغط. لازم يبقى عندك دي الفكره الكامله اللي بنتكلم فيها. 4 1 4 1 يبقى لازم عندك كاونتر بريشر عشان ما تجبرش ان الراجل ده لما يجي له واحد زياده يطلع ويسيب المساحه دي، يسيب المساحه دي عشان يغطي المساحه اللي جنب الراجل رقم 6. اتفضل يا استاذ عمار. طيب هتلعب بمين؟ هلعب بالاهلي. ماشي. النقطة الأساسية بس اللي عايزين نسألها قصاد بكرة الأهلي قصاد سان داونز، هو عنده سلاحين مهمين جدا. الأهلي لازم يسجل، الأهلي لازم يبقى عنده الرغبة كده كده في الفوز. فطبيعي أكتر سلاحين يهددوا سان داونز إيه هما وشفناهم في مباراة الذهاب؟ الأطراف، أطراف الأهلي تحديدا بتحركات المهاجم وده هنشوفه، والنقطة الثانية الضغط العالي. الاثنين دول أجاد فيهم الأهلي جدا واخترق بيهم سان داونز. طب إزاي اخترق بالأطراف؟ تعال نشوف. تعال نبدا بالحالات وهنيجي ناحيه الشمال تحديدا. هي ناحيه الشمال عند عبد القادر، دي ناحيه عمر صح؟ انا عارف ان انت عندك مشكله الشمال في الشمال اهو، ده عبد القادر الشمال اهي. تعالى عند عبد القادر وتعالى نبدا مش يا جماعه هو اجنبي هو معلش ما اعرفش الشمال مين مين. عندنا مشكله والله في الحاجات دي. انا مره في اوروبا لا بتسوق ناحيه اليمين، انا عارف دريكسون بيبقى ناحيه اليمين والله ما هنكمل. طيب. بس انت بتقول حاجه محبب برضه ليه يا عم؟ ما هو اليمين يمين هنا وفي اوروبا حبيبي خلاص الشمال شمال. انت اللي بتقول مش انا. اتفضل يا بيه اتفضل. الاهلي دايما لما جه في مباراه سان داونز تحديدا تقول لي الناحيه وانا هساعدك، ابتدى يجمع ناحيه الشمال ناحيه احمد عبد القادر. ماشي. وتعالى نشوف على ارض الملعب لما نبدا بالحالات الاطراف تحديدا بتاعت الاهلي. تمركز بيرسي تاو وتمركز قفشه تحديدا وتمركز حسين الشحات لو هنعتبر ان ده هيبقى اليو ديانج. تعالى نبدا بالكوره على طول، الكوره رايحه لاليو ديانج. وتعالى نبص على شكل نمشي الحالات تماما اول ما هتبتدي الكوره تروح للناحيه اللي الاهلي بيملها. الثنائيه المهمه جدا في الاطراف ما بين عبد القادر وما بين الشحات، الشحات دايما هتدي له في المساحه، عبد القادر دايما هتدي له في رجله، وده التوازن الكبير جدا اللي هم عشان كده افضل جناحين موجودين في الاهلي. عبد القادر لما تدي له في تجميعه اللعب هنا بتجمع اللعب من عنده. لو رجعنا بس فريم ثانيه واحده هنشوف بيرسي تاو وتحركه. المفروض ان بيرسي تاو هو المهاجم بتاعك. بص بيرسي تاو فين؟ واخد مكان الجناح اليمين. الراجل اللي مدرب سان داونز قال لك هو بيرسي تاو بيلعب في اكتر من مركز. احنا مش عارفين هو هيلعب في انهي مركز بكره. دي الميزه الاساسيه اللي كانت عند بيرسي تاو رغم ان هو جودته الفنيه لسه بعيد جدا كل البعد عن مستواه الفني، ولكن تحركاته واحده من اذكى التحركات اللي موجوده. لو شفنا بس معلش الكوره تاني عشان نشرح دور حسين الشحات تحديدا في التحرك في العمق لما ساب بيرسي تاو في الناحيه اليمين نمشي بيها عادي. بص حسين الشحات فين؟ فعند دايره نص الملعب. بيرسي تاو واخد مكان الجناح اليمين، ما عندكش مهاجم، وقفش هو الوحيد اللي بيقوم بدور المهاجم، عشان كده المساحه اتخلقت حسين الشحات اللي دخل ودي اول كوره. عايز اقول لك ان وجود عبد القادر مهم جدا عشان هو اللي هيصنع لي الهجمه، وجود بيرسي تاو مهم جدا عشان دايما سان داونز عنده مشكله اساسيه ان هو دايما بيلعب رباعي الدفاع كده. لازم تسترتش الملعب، وسترتش الملعب شفناه في مباراه سان داونز في الذهاب.
الاهلي اخترق امتى؟ شفت عبد القادر لما بتلعب له على الجناح ما عنده علي معلول، او لما تجيب حسين الشحات ناحيه اليمين هنا وتطلع هاني هنا، بتلعب دايما في المساحه، بتلاقي الرباعي واقف على خط واحد دايما كده، والراجل ده دايما بيروح مع اللافعينه، يعني لو قفشه اللي قدامه هياخده. الكره اللي بعديها بس الثانيه واللقطه الثانيه تحديدا هوريك ان قفشه كان واقف هنا، ودي نقطه مهمه جدا قال عمر في ثلاثيه وسط الملعب، لو قندوسي اللي موجود قندوسي عنده ميزه مهمه جدا. بص نمشي بالكره دي ثاني ثانيه واحده نكمل بيها واحده واحده. اللي بعدها وجود بيرستا، بص بقى عينك على قفشه دايما اللي هو تحت هنا. قفشه واقف لوحده خالص بدون اي تحرك، بيرستا وهي بيتحرك من مهاجم هيروح ناحيه الشمال عشان يعمل الزياده العدديه مع عبد القادر ومعلول. خليك كمل كمل بقى بالهجمه، هما بيشتغلوا من ناحيه الشمال هما الاثنين. طيب انا بس عايز اخلص النقطه دي عشان قفشه في 3 4 فريمات ما تحركش تماما. تمام ميرسي على يا سيدي كمل بقى خلاص، يعني الناس ما خدتش بالها كمل. بص لو ما هو احنا رجعناها تاني ليه؟ طب عايز ارجعها تاني معلش. رجعها له تاني يا سيدي حاضر. عشان هو القصه الاساسيه في ايه؟ في بيرسي تاو تحديدا التحركات بتاعته زي ما قلنا، المهاجم المتحرك قصاد صن داونز ده اهم حاجه، انت مش عامل لهم فوكال بوينت او مش عامل لهم محطه رئيسيه، فبالتالي رباعي الدفاع ده دايما بيتحط بيقرب من بعضه كده. انت لما تخرج بيرسي تاو من بيته لازم محتاج يا اما لعيب وسط المدافع او لعيب وسط المهاجم اللي هو المفروض ان هو كان قفشه يتحرك ياخد المساحه دي، عشان كده حسين الشحات هو اللي عملها لك في اول لقطه شفناها، ولكن قفشه في اللقطه الثانيه دي واقف مكانه، عشان كده بيرسي تاو اتحرك من هنا راح ناحيه اليمين وفضل المساحه دي خالص، وهو اللي راح اخدها عشان ديانج هو اللي عمل له هنا الزياده وقتها. اذا ثلاثيه وسط الملعب مهمه جدا في فكره قندوسي، سواء في الطلوع بالكوره من هنا او الزياده الهجوميه. قفشه ما بيعملكش غير واحده بس، هيطلعك بالكوره فقط لا غير. فوجود مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي ده حل، او وجود حمدي فتحي واليو ديانج مع قندوسي، عشان ده هيبقى مهم جدا، عشان زي ما قلنا فكره الاطراف مهمه جدا. في وجود عبد القادر مش هيبقى فيه حسين الشحات، فهيلعب ببيرسي تاو ممكن كهربا. اكتب لي عندك فوكال بوينت ده هي واحده بس، ما بقولش الكلام ده هي واحده انا ما بقولش الكلام ده هي واحده بس راجل بقول كلام سهل على بنيتيشن بص والله ما قلت كل ده، هي فوكال بوينت هي واحده بس. اكتبوا لي الكلام ده يا جماعه عشان خاطر، وانزلوا لنا بالترجمه يا اخوان، احنا قلنا هنعرب البرنامج يا جماعه. والله ما قلت غير واحده، ده هو كده عملت اتريق عليه قبليها ولا لا؟ ما قالش، لا ما قالش، ما قالش، هو قال كلمه واحده يا راجل. انت قلت بنيتريشن، ده انت اللي قلت بنيتريشن كمان. خلوا نروح لفصل وبعدين نرجع نكمل مع بتدونا حته فاصل بالانجليزي. انا قلت بروجريشن بروجريشن طيب ناخد البريك ده خدينا حته بالانجليزي يلا بريك بقى يلا ناخد البريك الصلاه على النبي ونرجع نكمل كلام. طيب احنا شفنا في الشوط الاولاني او اتكلمنا في الشوط الاولاني ان في ثلاثيه ممتازه في الخروج بالكوره وفي مرونه الخروج بالكوره وتهديد المنافس، بس فيها مشكله دفاعيه. ومارسيل كولر اتفق معانا لانه مع بدايه الشوط الثاني نزل اليو ديانج مكان مروان عطيه، فبقت الثلاثيه اليو ديانج حمدي فتحي القندوسي. الثلاثيه دي الى حد ما بقى فيها نوع من انواع الصلابه الدفاعيه، لان اليو ديانج بدا يعمل السكان او السكرين اللي قدام قلبين الدفاع، لكن كان عندها مشكله في الخروج بالكوره، وبالتالي الاهلي هنا عنده حيره، العب باللي بيخرج بالكوره ولا العب باللي بيامن؟ فتعال نشوف سريعا الحالات بتاعت الشوط الثاني لما نزل اليو ديانج. الاهلي بيحاول يخرج بالكوره مع بدايه الشوط الثاني، ولكن خلاص المتنفس ما بقاش موجود غير القندوسي فقط لا غير، فبدا مروان، لان مروان عطيه خرج، فبدا الاهلي يبقى يجد صعوبه في انه يخرج الكوره، بس في نفس الوقت الكوره لما بتتاخد مين اللي راجع يغطي على طول مباشره؟ اليو ديانج، فبدا يملى المساحات اللي كان المقاولين بيخترق منها، فبدا الاهلي يبقى عنده اعاده حيازه للكوره بس بعد ما بيفقدها. عكس الشوط الاولاني ما كانش بيفقد كتير، بس لما كان بيكسر اول خط ضغط ليه بيتضرب، فبالتالي هتلاقي دايما على طول في صعوبه في الخروج بالكوره، بس دايما اليو ديانج موجود. فهي الحيره اللي في دماغ مارسيل كولر وفي دماغ كل الاهلاويه وفي دماغنا كلنا، هيعمل ايه؟ يلعب بمين؟ يلعب باللي بيخرجه بالكوره ولا يلعب باللي بيحافظ له على الصلابه الدفاعيه؟ لان في النهايه بص شكل الخروج بالكوره بقى سيء جدا في الشوط الثاني. فتحديدا انا بشوف ان الاهلي محتاج انه يعمل ميكس ما بين الاثنين. اليو ديانج لا غنى عنه، لان هو اللي هيعرف يعمل السكرينه دي، هو اللي هيعرف ياخد المساحه العرضيه دي. قندوسي لا غنى عنه في الخروج بالكره وعمليه التطوير، بلاش البروجريشن، تطوير الهجمه. وحمدي فتحي لان في لحظه ممكن تقلبها ب 4 2 3 1. طب انا ليه باخد الكلام ده كله؟ لان انا مش شايف ان الاهلي يلعب
جيم حيازه للكوره قدام سان داونز. الاهلي محتاج يلعب تحت الكوره ويضرب سان داونز بالهجمات المرتده لسبب بسيط جدا. انت لو لعبت على سان داونز ضغط عالي انت هتتكشف، لان تعال نشوف الحالتين اللي معانا سريعا دول، ان انت واحده من مباراه دي في مباراه سان داونز الهدف الاولاني اللي بيحصل ان الاهلي طالع ضغط عالي على سان داونز، الكوره هتتلعب مجرد مين اللي بيخرجوا كويس قوي بالكوره بيعرفوا بامتياز بامتياز. الراجل اللي نط في الاول ده محمد هاني اللي نط في... نرجع فريم بس، اللي نط فوق ده اللي يعني اللي ورا الراجل اللي نط ده محمد هاني. يمشي بقى اللي بعديه ده متولي ده قلب الدفاع ده مش ساب بيته ده 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 ده, ده هاجر عزل. فهتلاقي المساحه كلها كل اللي بيحصل ده بقى ارجع فريم بس. لان ده اسوأ موقف لاي خط دفاع في العالم. مايكل كوكس في الاتلتيك قال اسوأ موقف ان المدافع يطارد جونه وشه الجون وبيجري لان هو مش شايف اي حاجه وراه. فبالتالي مشي بقى الهجمه عادي جدا، حصل الهدف الاولاني بتاع سان داونز عشان بدات تلعب من قدام. طيب المساحات لو موجوده نشوف بقى الهجمه اللي بعديها في مباراه المقاولين قد يكون كواليتي اقل شويه من سان داونز، ولكن في النهايه ايه اللي حصل؟ المباراه اللقطه اللي فاتت طلعنا ان محمود متولي طلع عشان يغطي، هنا هتلاقي علي معلول اللي طلع عشان يغطي، فانت في الاخر مش عايز حد يسيب بيته. فانا بشوف ان الثلاثيه الانسب حمدي فتحي والقندوزي واليو ديانج، والثلاثيه الاماميه عشان احل المشكله بتاعه ان حد يرجع مع هاني طاهر محمد طاهر في اليمين، احمد عبد القادر في الشمال، وبيرسي تاو كمهاجم متحرك. النقطة الأساسية لو أنت سبت الحيازة لسان داونز هي فرقة كورة جدا وهتلعب عليك جيم كورة محترم، لأن هم كلهم بيعرفوا كفريق جماعي بيعرفوا يلعبوا كورة كويس جدا، فأنت هتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا إن أنت تعمل خطورة عليهم. عشان كده قلت دايما السلاحين المهمين جدا ناحية الأطراف والضغط العالي، بس الضغط العالي مش بنفس الموقف اللي إحنا شفناه. هو في ضغط أنت ممكن تطبقه بشكل كبير زي ما قلت لك، لعبة البيلد أب دي بتبقى تحدي دايما، إزاي هطلع بالكورة يا تقطعها مني يا روح عليك بهجمه خطيره جدا. تعال نشوف الاهلي طبق الضغط العالي كان بامتياز في الشوط الاولاني باستثناء اللقطه اللي جابها عمر دي في مباراه سان داونز في مباراه الذهاب. الضغط كان جيد جدا. بص هنا الكوره مع الاهلي، اولا الضغط ده نقطتين زي ما قلنا، ضغط عالي وضغط عكسي، ازاي اضغط عليهم عالي في نفس الوقت وهم بيحضروا، وازاي اعرف اجيب الكوره اول ما اخسرها. الكوره هنا رجعت تاني لسان داونز، اول ما خطفتها بص الكوره، بص محمد هاني، اليو ديانج، بيرسي تاو، وبيرسي تاو واحد من اللعيبه المهمه جدا بكره عشان الحته دي، عشان الضغط وعشان التحركات. جبت الكوره على طول، بص من عبد القادر ناحيه الشمال قفشه مع اليو ديانج مع بيرسي تاو، عرفت اجيب الكوره وراحت اول هجمه خطيره جدا للنادي الاهلي في الدقيقه 2. عبد القادر بانفراد تام تقريبا. الكره اللي بعدها سان داونز بيحاول يطبق بيحاول يحضر لعبه، انا بدافع او بضغط بالخمس لعيبه، خمس لعيبه بتوع الاهلي نفس الفكره على طول، حسين الشحات مع بيرسي تاو مع قفشه خطفها تاني عبد القادر، التصرف كان ايه؟ مش افضل حاجه. عشان كده وجود عبد القادر مهم جدا زي ما قلت لك، هو دايما الاهلي بيحاول ينقل الضغط كله على ناحيه اليمين عشان يخلي عبد القادر هو اللي يروح. ليه عبد القادر؟ عبد القادر مش اقوى حاجه في الضغط، كان دايما حسين الشحات هو الاقوى. عشان كده اتوقع ان طاهر هو اللي يبقى ناحيه اليمين شويه، لانه لعيب بدني جدا يعمل حته دفاعيه اللي بيقول عليها عمر. وفي نفس الوقت وجود بيرسي تاو مهم جدا مع عبد القادر، عبد القادر انت اللي هتطلع عليه، عشان انت لو ما كانش ليك وجود تماما في حيازة الكورة سان داونز هيلعب عليك جيم في نص ملعبك انت مش هتعرف تلعبه، مش هتعرف تجاريه. عشان كده عايز لعيب واحد او اتنين على الاقل اللي هو عبد القادر وقندوسي مع بعض. لو قلنا ان عبد القادر اهو مع قندوسي وبيرسي تاو دي نقطة مهمة جدا عشان تعمل لك الزيادة العددية، عشان كمان علي معلول مش هيبقى عنده الاريحية ان هو يتقدم كتير، يلعب لك الطويل. علي هايل فيها جدا ومتقن فيها جدا بشكل كبير، والستارة الدفاعية اللي قال عليها عمر ما بين حمدي وألي ديانج يعرفوا يعملوا لك وزن توازن دفاعي بشكل كبير. يعني انا بشوف ان انت هتلعب ضغط عالي على سان داونز الساعه 3 الظهر مع فريق بيعرف يخرج بالكوره ريسك كبير جدا لمده 90 دقيقه. ماشي، ما انت مش هتعمل 90 دقيقه، هتقسمه على حسب الفكره ان انت الريسك بتاعك ان لو طلع بهجمه هيبقى بالشكل ده. فبالتالي انا بشوف ان المباريات اللي نجح فيها الاهلي في احراج سان داونز سواء كان مع بيتسو موسيماني او مع رينيه فايلر انه لعب تحت الكوره وعلى الهجمات المرتده والضربات الثابته، وده مش عيب. توقعاتك ايه للمباراه؟ يعني اتوقع ان شاء الله الاهلي يكسب 1-0. تمنيات ده توقع وتمني يعني بفوز الاهلي ان شاء الله. توقع وتمني ان شاء الله. يا جينياس بشكرك شكرا جزيلا. استاذ عمر عبد الله بشكرك شرفتنا ونورتنا، ملك الارقام والاحصائيات. يا استاذ عماره بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. انا مبسوط برضو النهارده ان احنا بدات في مصطلحات في الكوره تستخدموها جديده، يعني بقى تقريبا موضوع الاستحواذ بطل فبقت حيازه. انا ملاحظ يعني ما بقاش بيسيب له الاستحواذ، ما بقاش بيسيب له الاستحواذ، هو بقى بيسيب له الحيازه. فانا دي مصطلحات جديده.
احنا بنطور يعني. هو انت هتلغينا الحلقه الجايه ولا انا انا شايف غلط ولا ايه؟ لا نازله سوق جديد يا باشا عشان بنعرف في فوكال بوينت. بس في فوكال بوينت حته فوكال بوينت ماشي في بروجريشن بالكوره. لا دي قديمه. الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله هدينا النفوس. وشوف بقى المباراه والحاجات. صباح الف خير. سلام عليكم.